بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع مراجعة عامة على مادة المقايسات والتكاليف لأعزائنا الطلاب اللي ما أسعدهمش الحظ وما أسعفهمش إن هم يجتازوا معانا امتحانات الدور الأول. بنقول لهم ما جراش حاجة وإن شاء الله ربنا يوفقنا كده ونراجع مع بعض المقرر بتاعنا سريعا بتاع المقايسات والتكاليف ونشد حيلنا إن شاء الله ونعمل اللي نقدر عليه إن شاء الله في امتحانات الدور الثاني. هنبدأ مع بعض إن شاء الله النهاردة بمراجعة عامة. طبعا إحنا بنراجعها على هيئة أسئلة أو على هيئة مسائل بنقدمها لكم، بدل ما نبدأ نقول القانون نفسه بيبقى إزاي ونشرح من الأول، لا بندي أمثلة على القوانين اللي إحنا درسناها طول السنة في هيئة أمثلة ومسائل ممكن تجيلنا بالأشكال دي في الامتحان إن شاء الله. إن شاء الله هنكون مع بعض النهاردة في مسألتين أو ثلاثة على حسب إن شاء الله ما يسعفنا الوقت بتاع حلقتنا إن شاء الله النهاردة. تكون المسألة بسيطة، نبدأ نشرح مع بعض كل جزئية فيها ونعرف إزاي نحلها ونعرف كان إيه غلطنا في امتحان الدور الأول اللي إحنا ما قدرناش إن إحنا نجتازه. هنبدأ كده مع بعض ونشوف في حلقتنا النهاردة. لو جالي السؤال الأول أو المسألة الأولانية نشوف كده مع بعض، بيقول لي أراد مصنع للملابس الجاهزة تنفيذ 180 طقم مكون من فستان وجاكيت بالمواصفات الآتية. يعني احنا في البداية كده بنقول مش عايزين نغلط الغلط اللي غلطناه في امتحان الدور الأول، عايزين نقرأ المسألة بتاعتنا نقطة نقطة بالتفصيل ونعرف في الآخر ايه المطلوب مني بالظبط علشان ما اجيش في نهاية المسألة ومركز او ابقى في جزئية انا ما حلتهاش او ما جاوبتش عليها وان انا تهت. فانا لازم كده وانا ماشي بحدد او بخطط على النقط الأساسية بتاعتي. في بداية المسألة بتاعتي بيقول لي المصنع الخاص بالملابس الجاهزة هينفذ لي 180 طقم. الطقم ده عبارة عن ايه؟ نركز كده مع بعض. بيقول لي عبارة عن فستان وجاكيت، تمام؟ يبقى فيه قطعتين عندي للمنتج. بيحدد لي بيقول لي بمواصفات معينة. ايه هي المواصفات دي؟ بصوا كده معايا، ادي الشكل بتاعي. هو ممكن يجيب لي مثال للشكل ده، ممكن يجيب لي مثال للشكل ده. طبعا انا من الرسمة انا باخد بالي في الاول اللي قدامي عبارة عن فستان داخلي بيبقى قطعة واحدة زي ما هو شايفين قدام حضراتكم كده، وليكن على الصورة اللي موجودة عندي على الشمال ايدي فستان كامل قطعة واحدة، وعلى اليمين موجود في الفستان الابيض اللي هو الداخلي ده برضو ده قطعة واحدة كاملة على بعض. طيب الجاكيت زي ما حضراتكم شايفين في المثالين اللي موجودين قدامي، هو الجاكيت مفتوح من الامام، يعني الامام عندي كده زي ما احنا عارفين يبقى عبارة عن قطعتين زي ما حضراتكم شايفين. برضو لو هتاخدوا بالكم هتعرفوا ان قماشة الفستان هي نوع خامة اللي هو الاسود هنا والابيض الموجود عندي على الصورة اللي على اليمين هي قماشة سادة من خلال الصورة انا بعرف، والقماشة التانية اللي هي الخاصة بالجاكيت هي قماشة مختلفة اللي هي موجودة عندي خامة مقلمة، تمام كده. يبقى انا لازم ابقى احط في دماغي وانا بحل المسألة بتاعتي او لما هشوف هيطلب مني هو محتاج ينفذ معايا ايه او محتاج الرسم التخطيطي بتاعي عن ايه، او لما اجي احدد كمية القماش اللي هستخدمها ابقى عارف ان دي خامة ودي خامة، الفستان خامة والجاكيت من خامة تانية خالص، يعني ما اقدرش اتعامل مع القطعتين كأن هما قطعة واحدة او انفذهم من خامة واحدة. طيب قلنا ان الجاكيت زي ما انتم شايفين معايا خامة مختلفة هو مفتوح من الامام. طيب ايه اللي موجود عندي تاني؟ لو بصينا معانا في الصورة هنلاقي برضو ان انا عندي الجاكيت في جيب طبعا، وبما ان هو ظاهر عندي جيب هنا يبقى في جيب موجود الناحية التانية. طبيعي برضو لازم حاجة تانية اخد بالي منها، مرد، تمام، موجود عندي مرد موجود عندي في الصورة اللي على الشمال ظاهر معايا بلون مخالف اهو زي ما حضراتكم شايفين. برضو لازم اخد بالي المرد اللي قدامي ده زي ما احنا عارفين هو مرد بسيط ولا مرد تركيب، لان احنا عارفين في المقايسات اللي احنا واخدينها وفي القوانين بتاعتنا طريقة حساب المرد البسيط حاجة وطريقة حساب المرد التركيب حاجة تانية، بيختلف في حجم المرد مع البطانة بتاعته، حجم ده
وبطنته زي حجم ده وبطنته؟ طبعا لا، احنا عارفين ان المرد البسيط بيبقى المقدار بتاعه والبطانه بتاعته بتبقى ضعفه زائد واحد، اما التركيب بيبقى هو وبطنته الاثنين مقاس واحد. يعني لو مثلا المرد 3 سنتي يبقى البطانه بتاعته 3 سنتي طبعا غير مقدار الخياط. اما في البسيط اللي هو بيبقى متصل كله على بعضه، لو قلنا ان المرد بتاعي مقداره 3 سنتي يبقى البطانه بتاعته ضعفه زائد واحد، يعني 3 و3 6 واحد بيبقى 7. فاحنا لازم ناخد بالنا الشكل اللي قدامي المرد اللي موجود ايه، ممكن ما يكونش ذاكر لي في المساله بتاعتي ومعتمد على الفهم بتاعي، معتمد على رؤيتي للمنتج اللي قدامي، فانا ما اتسربعش وانا بشوف المسألة بتاعتي أقراها بالتفصيل، الرسمة اللي موجودة عندي برضو عيني عليها أشوف هل هو كاتب ولا مش كاتب، ممكن يكون مش كاتب بس ظاهرها لي في الرسمة بتاعتي. فده اللي احنا بنقع منه أو بنقع فيه في الامتحانات بتاعتنا، احنا مش عايزين نكرر ده تاني إن شاء الله. فشوفوا كده معايا، أدي هنا وليكن الصورة اللي عندي على الشمال، المرد اللي عندي ده مرد تركيب أهو، يعني الجزء بتاعه بيبقى البطانة بتساوي مقدار المرد نفسه. بصوا هنا عندي برضو، لكن هنا ده هنلاقيه المرد كامل على بعضه أو متصل هو وبطنته قطعة واحدة، تمام. هيجي يقول لي برضو بعد كده إن المرد ده أحيانا أنا ممكن أقفله بزراير، يبقى أنا عرفت كده إن أنا عندي الطقم اللي قدامي ده فستان وجاكت، تمام. عندي الفستان من خامة والجاكت من خامة تانية، عندي فيه جيوب، عندي فيه مرد لأن هو مفتوح من الأمام، فمعنى كده إن أنا لازم أحط في دماغي إن الأمام بتاعي عبارة عن قطعتين، تمام. عندي مرد زي ما قلنا، وادام عندي مرد برضو يبقى فيه زراير، وهنشوف اذا كان ذاكر لي ولا لا. نيجي نشوف بقى بعد كده، هنلاقي ممكن يكون جايب لي الخلف. بصوا معايا، ادام هو جايبه لي من خامه تانية وخصوصا لو كانت مقلمه، اعرف منين ان ده قطعه واحده ولا يعني الخلف بتاعي قطعه واحده كامله على بعض او منفصل؟ بيبقى ظاهر لي في خط خياطه لو كان منفصل. طب انا عندي الاقلام مش ظاهر فيها، فبصوا معايا في الرسم هنلاقي في زاويه اقلام، في زاويه كده عمل لي شكل 7، معنى ان هو عمل لي شكل 7 ده انا مش ظاهر لي خط الخياطه، بس انا فاهم انا نفذت الحاجات دي بايديا، فعارف ان ادام في زاويه جات لي كده معنى كده ان في خط فاصل خياطه موجوده عندي في النص، يبقى اذا الخلف ده برده موجوده عندي قطعتين. هل ده هيبقى موجود عندي في المساله ولا مش موجود؟ تمام. فهو لو جايب لي الخلف بالطريقه دي يبقى انا لازم اكون عارف ان الخلف عندي قطعتين منفصلتين، تمام. يبقى احنا قلنا ادي جاكيت باكمام وبرضو عندي الخلف بالطريقه دي. طيب نيجي نشوف المواصفات بقى اللي هو قال لي عليها، هو بقى هيشرحها لي، هو جاب لي الرسمه لكن هنا دلوقتي بيقول لي لا انا هشرح لك المواصفات دي عباره عن ايه. نشوف كده، بيقول لي اول حاجه الفستان، يعني كتر خيره مقسمها لي اهو، بيقول لي الفستان اول حاجه المواصفات بتاعته ايه. بيقول لي الفستان منفذ من قماش ساده، تمام، دي اول حاجه احنا اخدنا بالنا منها، تمام. بيقول لي ويحتاج 2 متر قماش، يعني معنى كده ان الفستان الداخلي اللي موجود عندي في الموديل انا محتاجه عشان يتنفذ 2 متر، خلاص كده. طيب هيجي بعد كده ويقول لي 8 متر القماش 25 جنيه، خلاص يبقى انا عارف دلوقتي ان الفستان بتاعي بياخد 2 متر والسعر المتر الواحد 25 جنيه، هو كتر خيره دلوقتي محوله لي بجنيه، يبقى انا ال 25 و2 متر يبقى 25 في 2، ابقى عارف ان هو على طول هياخد مني الفستان في السعر 50 جنيه، ده بديهي بقى دماغي شغاله، انا خلاص بحدد على او بحط خطوط كده على النقط الاساسيه اللي انا محتاج اركز عليها، عرفت ان الفستان خامه مختلفه عن الجاكيت، الفستان 2 متر، المتر الواحد سعره 25 جنيه، خلاص يبقى انا تلقائي بحسب تمن القماش اللي هيستخدمه الفستان كام، قلنا على طول في 2 يطلع ب50 جنيه. نشوف بعد كده تاني حاجة المواصفات، الجاكيت هيقولها لي اهو، نشوف ايه هي المواصفات. بيقول لي الجاكيت منفذ من قماش مقلم، تمام، يبقى كده عرفني ان هو خامة مختلفة عن الفستان. عرضه، عرض القماش اللي انا هستخدمه لتنفيذ الجاكيت 120 سنتي، تمام كده. طيب لازم احط في دماغي هو اداني ليه عرض القماش، ما هو ادام اداني عرض القماش يبقى في حكمه، ادام اداني عرض القماش يبقى هو تلقائي كده انا بحطت في دماغي ان هو هيطلب مني رسم تخطيطي، محتاج مني يعرف كميه القماش اللي انا هستخدمها لتنفيذ الجاكيت ده. هنشوف بقى مع بعض اذا كان الكلام ده هيحصل ولا لا. اهو بيقول لي عرض القماش 120 سنتي، 8 المتر 20 جنيه، تمام.
طب هو هنا ما حددليش هو هيحتاج قد ايه، برضو دي نقطة تانية بتأكد لي ان هو هيطلب مني كمية الجاكيت او كمية القماش اللي هيحتاجها الجاكيت الواحد قد ايه. هو هنا حدد لي عرض القماش 120 وتمن المتر الواحد 20 جنيه، تمام. بيقول لي الجاكيت مفتوح من الامام، خلاص، وبمرد، تمام. خدوا بالكم هنا ما قاليش المرد شكله ايه، فبرضو ده هيعتمد على نظرتي زي ما احنا قلنا للمنتج بتاعي، للرسمه اللي هو حاططها لي في الامتحان. هو هنا ما حددش، يبقى انا لازم اركز على الرسمه زي ما احنا قلنا في بدايه حلقتنا، تمام. بيقول لي وبه عدد 2 جيب. طيب 2 جيب بس وسكت؟ لا، قال لي مبطن من نفس القماش. معنى كلمه مبطن يعني كل جيب اعمل منه قطعتين. ما هو الجيب ليه بطانه، يبقى قده بالظبط، تمام، ده جنب واحد، خلاص. انا هو قال لي انا عندي 2 جيب، يبقى هيبقى جيب في اليمين وجيب في الشمال زي ما احنا قلنا في الرسمة. الجيب الواحد محتاج منه 2، يبقى انا محتاج انفذ نفس حجم الجيب ده كم مرة؟ 4 مرات، تمام. يبقى انا برضو لازم احط دي في دماغي، وانا لما هاجي اعمل بعد كده هنشوف اذا كان هيطلب مني رسم تخطيطي ولا لا، بس طبيعي علشان خاطر احدد الجاكيت محتاج كميه قماش قد ايه. ففي الحاله دي ابقى حاطط في دماغي معنى ان هو قال لي كلمه مبطن، هو مش قايلها لي بس كده وخلاص، او بيشغل دماغي بحاجه مش هتفيدني، لا بالعكس، هو بيقول لي خد بالك ان انا الجيب ده عايز منه الجيب الواحد قطعتين، هو الاساسي وبطنته. طب انا عندي جيبين، يبقى عايزه 4 مرات من نفس حجم الجيب اللي انت هترسمهم، تمام كده. نشوف تاني مع بعض اهو، من نفس، يبقى عدد 2 جيب مبطن من نفس الايه القماش، يعني مش هيبقى خامه مختلف، خلاص، هو بنفس خامه الجاكيت اللي هي المقلم. طيب نيجي بقى نشوف المقاسات اللي طالبها مني، او بيقول لي انا هدي لك المقاسات اهو. طيب تفتكروا دي هتبقى مقاسات ايه؟ طبيعي هتبقى مقاسات الجاكيت، خلاص، ما هو في الفستان مريحني وقال لي الفستان الواحد هتاخد 2 متر، اما الجاكيت هو حدد لي العرض، معنى انه حدد لي العرض زي ما قلنا، يبقى هيطلب مني رسم تخطيطي، والدليل على ده طلب مني او اداني المعطيات اللي هو مدهاني المقاسات، يبقى المقاسات اللي هو بيدهاني دي ليها علاقه بالجاكيت علشان احدد كميه القماش اللي هيحتاجها الجاكيت. نشوف كده مع بعض. بيقول لي نص عرض الامام 26 سنتي، تمام، نص عرض الخلف 23 سنتي، طول الجاكيت 74، عرض الكم 36 سنتي، طول الكم 60 سنتي، مقاس الجيب حددهولي اهو، قال لي 16 في 18 سنتي، يعني الابعاد بتاعته بتاعه المربع 16 في 18. خدوا بالكم هو مديني النص، يبقى انا لازم اعمل حسابي ان انا هيبقى عندي جزء لليمين وجزء للشمال. في الامام عندي يمين، عندي شمال، برضو في الخلف عندي يمين، عندي شمال، يبقى انا لازم هقول له قطعتين او هضرب في 2 على طول علشان يجي لي الامام كامل ويجي لي الخلف كامل على بعض. ما ننساش وناخد بالنا من الاجزاء دي، ما ننساش برضو مقدار الخياطات اللي هنضيفها على كل جزئيه، زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي اقدر احدد المقاسات. نكمل مع بعض، دي المقاسات في المعطيات اللي هو كان مدهاني. رجع بعد كده قال لي هديكي معطيات تانية، الخامات. ايه هي الخامات؟ بيقول لي يلزم كل طقم عدد 2 زرار، تمن الدسته، ناخد بالنا تمن الدستة 15 جنيه، تمام كده. كمان رجع اداني معطيات تانية وقال لي ان بيستهلك كل 3 اطقم، 3 اطقم يعني كل فستان وجاكيت، يعني الجاكيت والفستان ده طقم واحد، كل 3 اطقم منهم بيقول لي بيحتاج بكرة خيط، وتمن البكرة 2 جنيه. ناخد بالنا هو مسهلها عليا المرة دي ومديهاني بالجنيهات، خلاص، يبقى انا مش هحتاج ان انا احول، هو مسهلها ومديني بالجنيه. طيب نيجي نشوف حاجة تاني، قال لي اعملي حسابك انا هديكي برضو معطيات تانية خاصة بالاجور. بيقولي اجر التفصيل للكمية، اللي هي للكمية للطلبية كلها، اللي هي 180 اللي كان طالبهم مني، قد ايه؟ قال لي 200 جنيه، تمام. طيب اجر الكي والتغليف 200 قرش. خدوا بالكم هنا ضحك عليا او بيحاول ان هو يشوفني اذا كنت مركزة معاه ولا لا، قال لي 200 قرش للطقم، فوق كان مديني بالجنيه، هنا بالقرش، يبقى انا لازم اخد بالي، واحنا عارفين ان احنا هنيجي بعد كده احول القرش للجنيه لما هاجي اقسم على 100، صح كده، احنا واخدين على كده ان ادام مديني بالقرش لازم احول بالجنيه عشان يطلع التمييز بتاعي اللي في الاخر بيكون كله بالجنيه، انا ما بتعاملش بالقروش، تمام. هيجي بعد كده ويقول لي الخياطه تؤدى بواسطة 4 خطوط إنتاج، يعني أنا عندي مصنع الملابس بتاعي عبارة عن 4 خطوط إنتاج،
تمام، يبقى انا لازم اعرف عدد المكن اللي موجود في كل خط قد ايه، او عدد العاملات. هو ممكن يجيبها لي من ناحيه عدد العاملات، على اساس كل عامله بيبقى معاها برضو مكنه، فاحنا برضو زي ما خدناها في الامثله اللي قبل كده، يبقى اداني عدد الخطوط، وهنعرف بعد كده كل خط فيه كام مكنه، هشوفهم كلهم مع بعض قد ايه، يبقى ده عدد الماكينات بتاعتي اللي انا بستخدمها في انتاج الطلبيه الكامله. نشوف كده مع بعض. بيقول لي الخياطه تؤدى بواسطه 4 خطوط انتاج في كل خط، اهو المره دي بيقول لي 5 ماكينات. 5 ماكينات، يبقى معنى كده ان انا عايز اعرف عدد الماكينات اللي موجوده عندي، او اللي انا بشغلها في تشغيل الكميه كلها. بقول لي 4 في 5 اللي هي 4 خطوط في 5 الماكينات اللي موجوده في الخط الواحد، بيبقى 20 ماكينه عندي شغاله لانتاج الخط كله. كل ده موجود في دماغي، او انا برتبه في دماغي وانا بقرا المساله بتاعتي. بيقول لي بعد كده ينتج الخط 15 طقم، يبقى الخط الواحد عندي بينتج 15 طقم، يبقى برضو لازم اعرف كل يعني ال4 خطوط بينتجوا لي كام طقم، يبقى في الحالة دي برضو هضرب ال4 في ال15 واعرف في الاخر بينتجوا لي كام طقم موجود. يبقى احنا قلنا انا عندي 4 خطوط انتاج وكل خط فيه 5 ماكينات، طب يبقى عدد الماكينات اللي انا بستخدمها كلها قد ايه؟ قلنا 4 في 5 ب20 ماكينه، دي اللي انا بستخدمها للانتاج كله. طيب جه بعد كده قال لي ان كل خط انتاج بينتج لي 15 طقم، طيب يبقى ال4 خطوط بينتجوا لي قد ايه؟ طبعا هضرب ال4 في ال15، يبقى ساعتها هعرف كميه الاطقم اللي بتنتج عندي قد ايه. نيجي نكمل. بيقول لي والمصنع يعمل وردية واحدة، هنا سهلها عليا، يبقى أنا مش محتاج أشوف هم ورديتين ولا ثلاثة فهضربهم فيه، لا هو كده خلاص وردية واحدة، يبقى ثابت معايا لما بضرب في واحد بيطلع لي نفس الرقم. بيقول لي وأجر العاملة في اليوم 25 جنيه، أجر العاملة في اليوم الواحد 25 جنيه، طبعا هو مسهلها عليا ومديهاني بالجنيه. طيب أنا عندي كام عاملة؟ فاكرين لما حسبنا عدد الخطوط في عدد الماكينة اللي موجودة في الخط الواحد، لما قلنا 4 في 5 ب20، يبقى أنا في الحالة دي عندي كام عاملة؟ ما هو كل ماكينة عليها عاملة، يبقى 20 اللي هم كل عاملة على كل ماكينة، صح كده؟ يبقى 20 عاملة، في العاملة الواحدة بتاخد 25 جنيه، يبقى 20 في 25، يبقى أنا هقدر أعرف أجورهم او اجر العاملات كلهم على بعضيهم كام. خلاص كده نكمل مع بعض. المطلوب بقى ده المفيد عندي اللي انا لازم اركز عليه جدا جدا جدا، عشان ما فيش نقطة تقع مني واخسرها في الامتحان. طالب مني طلبين، اول حاجة بيقول لي اهو شفتوا زي ما احنا قلنا، رسم تخطيطي لتحديد كمية القماش اللازمة للجاكيت. ما هو مديني ومسهل عليا في الفستان، وقال لي الفستان الواحد بياخد 2 متر، لكن ما قاليش الجاكيت بيحتاج قد ايه، لكن هو عرفني عرض القماش وعرفني القياسات بتاعت الجاكيت او المقاسات بتاعت الجاكيت، على اساسها انا هحسب الجاكيت الواحد بيديني او بيحتاج مني كميه قماش قد ايه، وبضربها في العدد كله فبعرف كميه الاقمشه اللازمه للجاكيت. فهنا بيقول لي اول حاجه احنا محتاجين رسم تخطيطي لتحديد كميه القماش اللازمه للجاكيت، بعد اضافه الزيادات الفنيه. ايه هي الزيادات الفنيه اللي احنا قلنا عليها؟ اللي هي مقدار الخياطات، او بنشوف نسبه البطانه بتبقى قد ايه وهكذا، خلاص اللي هي مقدار التانيه، كل الكلام ده كله هي دي الزيادات الفنيه اللي مقصوده عندي. طيب ايه الطلب التاني اللي انت طالبه مني؟ بيقول لي تمن بيع الطقم الواحد، يبقى محتاج يعرف مني انا هنزل الطقم ده في السوق بكام. ايه بس كده؟ لا، اللي ما تنسيش بعد اضافه نسبه الربح. ما انا برضو مش احنا متفقين من الاول ان انا مش فاتح المصنع بتاعي ان اللي دخله اخرجه وانا ما يطلعليش هامش ربح، لا احنا لازم يكون عندي هامش ربح عشان اقدر ارفع من راس المال او راس المال زياده راس المال الاساسي اللي انا شغاله بيه في المشروع، واقدر ان انا ازود حجم الانتاجيه بتاعتي، ولو حابب كمان افتح فروع تانيه وهكذا، او انزل الطلبيات بانتاج بكميات كبيره علشان انتشر في السوق. فانا لازم يطلع لي نسبه ربح. هنا نسبه الربح اللي قال لي عليها 10% من اجمالي التكاليف، يبقى انا محتاج اعرف تمن الطقم الواحد اللي هبيعه بيه، بس بعد إضافة نسبة الربح بتاعتي اللي هي 10% من إجمالي التكاليف. كده هو قدم لي المسألة بتاعتي بكل التفاصيل بتاعتها، بكل المعطيات بتاعتها. المفروض عليا دلوقتي إن أنا أبتدي واحدة واحدة كده وأشوف الحل بتاعي هيبدأ إزاي.
طبعا اول حاجة انا محتاج اعرف الرسم التخطيطي، ده اول طلب ما انساهوش ابدا، همشي بيه ازاي؟ نشوف كده مع بعض. هادي هقول اجابة السؤال الاول، ما ننساش نكتب كده في بداية الاجابة بتاعتنا اجابة السؤال الاول، حتى لو انا في ورقة الامتحان الورقة بتاعتي ما كفتش او ما وقفت في نقطة او كملت بعديها السؤال التاني، ممكن اعمل سهم كده صغير في ورقة الاجابة بتاعتي واقول تابع اجابة السؤال الاول في نهاية الورقة، او لو في رسم تخطيطي نعمل برضو سهم وانا عامله في الورقة، ورقة الرسم البياني اللي موجودة في نهاية الكراسة الإجابة بتاعتي، فبعمل سهم كده أقول الرسم التخطيطي للمنتج موجود في ورقة الرسم البياني علشان حقنا ما يضيعش. هو كده ولا كده؟ جميع المصححين وجميع المدرسين بيشوفوا الورقة بتاعتنا من أول ورقة لآخر ورقة، بس برضو احنا علشان اضمن حقي كطالب وعلشان ما يضيعش حقي برضو ما يجراش حاجة لو عملت يعني سهم صغنن كده، او ابديت اشارة ووضحت ان الرسم التخطيطي موجود معايا ورا، او بقيت الاجابة السؤال موجودة عندي في نهاية الورقة، احتياطي برضو بأمن نفسي وبأمن الاجابة بتاعتي اللي انا تعبت واشتغلت فيها. نشوف مع بعض الاجابة هتبقى عاملة ازاي. هقول اول حاجة عندي الاسس الفنية والكميات. ايه هي بقى اول حاجة؟ اهو هنشوف مع بعض. اول حاجة اللي هي القياسات، المعطيات، القياسات اللي هو الدهاني عشان اقدر ارسم الرسم التخطيطي بتاعي. بيقول لي اول حاجة عرض الامام. عرض الامام ما تنسوش هو كان مديني نص عرض الامام، فهو بيحاسبني على جنب واحد بس من الجسم. احنا طبيعي قلنا يا اما هكتب ان هو هيبقى قطعتين، يا اما هضرب في اتنين علشان ابين له ان يبقى عندي الامام كامل اللي هو الجنب اليمين والجنب الشمال. فهو كان مديني نص، فانا يا اما بضرب في اتنين يا اما بكتب له قطعتين. هنيجي نشوف مع بعض. هو كان مديني عرض او نص عرض الامام كان 26. طبعا ما ننساش المرد، انا هنا بما ان المرد كان عندي باين في الرسمة بتاعتي ان هو مرد تركيب، فعملت المرد قد البطانة مثلا، فروحت عملتهم اللي هم 6 سنتي، وبعد كده ضفت مقدار الخياطة اللي هو 1 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. حطيتهم في قوس، يبقى 26 + 1 + 6، حطيتهم في قوس وضربت في 2 علشان اقول له ما تنساش ان انا عندي يمين وشمال، هيطلع الناتج معايا 66 سنتي. انا حسبته بالسنتي لان هو كان مديني نص عرض الامام كان بالسنتي. تمام كده، ده كده عرض الامام. طب نيجي للنقطة التانية، عرض الخلف. كان هو مديهوني 23 سنتي، ده نص العرض، فبرضو هيبقى +2 اللي هم مقدار الخياطة بتاعتي. وما ننساش برضو ان انا هضرب له في 2 عشان اقول له ان انا عندي الخلف كامل او عندي اليمين والشمال بتوع الخلف، فهو ضربته في 2 هيديني 50 سنتي. طيب طول الجاكيت تالت نقطة عندي، ما انا برضو محتاج زي ما حددت عرض الامام وعرض الخلف محتاج اعرف طول الجاكيت. طول الجاكيت ده هيبقى ثابت معايا للامام وثابت معايا للخلف، لان الجاكيت عندي ظاهر في الرسمة بتاعتي ان قدام زي ورا، الامام زي الخلف. يبقى انا عندي طول الجاكيت هو كان مديهوني 74 + طبعا مقدار التانية زائد مقدار الخياطة اللي هو +1 + 2 هيديني 77 سنتي. يبقى انا حددت عرض الامام، عرض الخلف، طول الجاكيت، وما نسيتش ان انا اقول له الامام ده عندي 2 والخلف ده عندي 2. نيجي بعد كده الكم. ما هو الجاكيت عندي باكمام، برضو هنقول عرض الكم هو كان مديهوني 36، وانا قلت له زائد مقدار الخياطات 2 سنتي اداني 38، وقلت له ما تنساش ان هو يكرر مرتين لان انا عندي كم في اليمين منفصل عن كم الشمال منفصل، فانا قلت له انا عندي الكم مرتين، ما تنساش ان احنا هنرسمه مرتين. طيب نيجي بعد كده طول الكم. طول الكم كان مديهوني 60، ما ننساش زائد التانية زائد مقدار الخياطة 1 سنتي + 2 هيديني 63 سنتي. طيب كده انا خلصت؟ لا، ما ننساش انا عندي جيب، هو كان مديني جيب. هنشوف كده مع بعض. اهو عرض الجيب، كان مديني الجيب كان عرضه 16 سنتي، قلت زائد مقدار الخياطات اللي هي +2 هيديني 18 سنتي، وقلت له ما تنساش انه بيكرر 4 مرات. واحنا قلنا في بداية المسألة ليه 4 مرات؟ لان هو قال لي الجيب ليه بطانة،
كل جيب مبطن وانا عندي 2 جيب، يبقى انا عندي جيب وبطانة وجيب وبطانة يبقوا 4، لان البطانة قد الجيب بالظبط. يبقى انا في الحالة دي قلت له يكرر 4 مرات عرض الجيب ده. طيب طول الجيب قال لي 18، هو كان بيديهوني في المعطيات بتاعتي 18 زائد مقدار الخياطة اللي هما 2 سنتي، يبقى يطلع عندي 20 سنتي. يبقى انا في الحالة دي قدرت اعرف من نص عرض الامامي بعرض الامام على بعضه كام، وما نسيتش ان انا اضيف مقدار المرد بمقدار الخياطات بتاعته وضربته في 2 علشان اقول له اليمين والشمال. برضو في الخلف كان مديني نص عرض الخلف، زودت عليه مقدار الخياطات وقلت له ما تنساش هنضربه في 2 عشان عندي يمين وشمال، برضو يديني الخلف كامل على بعضه. وجيت بعد كده قلت له طول الجاكيت عشان اقدر احسب طول الامام وطول الخلف، وزودت عليه مقدار التانية ومقدار الخياطة بتاعتي. جيت بعد كده للأكمام قلت له أنا عندي عرض الكم كنت أنت مديهولي قد كده، زودت عليه مقدار الخياطة وقلت له ما تنساش أن أنت تكرره مرتين، لأن أنا عندي كم يمين وكم شمال ولازم يكونوا منفصلين عن بعض. تمام، حددت طول الكم بتاعي وضفت له مقدار التانية وضفت له مقدار الخياطة عشان أبقى عارف أبعاد الكم بتاعي ايه. جينا بعد كده عند الجيب، حددنا عرض الجيب قد ايه وضفنا له مقدار الخياطات وقلت له احنا هنكرره 4 مرات عشان كل جيب ليه بطانة، انا عندي جيبين يبقى 4 مرات، وحددنا الطول بتاع الجيب بتاعي. طيب يبقى في الحالة دي انا قدرت اعرف ابعاد المنتج كلها، الامام والخلف والكم والجيب والبطانات. طيب نيجي نشوف بقى الرسم التخطيطي هيبقى بتاعي عامل ازاي. تمام، معلش احنا هنا هنحدد كمية القماش. حددنا كمية القماش ازاي؟ نشوف كده مع بعض. من خلال الرسم التخطيطي انا عملت ابعاد بالتقريب كده، ادي اهو عندي الامام قلت له العرض النهائي بعد ما ضفنا له الاضافات بتاعتنا كان 66 سنتي، وعندي الخلف كان 50 سنتي. طيب انا عايزه قبل ما احدد ده، هل انا حددت او حطيت الاجزاء بتاعتي على مسافه كده مبهمه؟ لا، ما ننساش في الاول ان هو كان محدد لي عرض القماش بتاعي. عرض القماش بتاعي كان مديهوني 120 سنتي. 120 سنتي ده يبقى خلاص انا مش هحط عرض من دماغي، انا ثبتت العرض اول ما ابتديت في الرسمه بتاعتي، حددت عرض القماش. يا جماعه احنا مش بنعمل مستطيل كده وخلاص، احنا بنعمله بناء على ابعاد معينه. هو محدد لي عرض القماش، يعني انا ما اجيش في كراسه الرسم بتاعتي واعمل مستطيل كده واقول ده خلاص ده اللي انا هحط الاجزاء بتاعتي فيه. لا، لازم اكون موضح ده عرض القماش اللي هو ال 120 سنتي اللي انت كنت مديهوني في المعطيات في المساله. فبصوا كده معايا هتلاقونا محددين اهو من الشمال لليمين كاتبين 120 سنتي، ده العرض بتاع القماش كامل. عرض القماش كامل احنا بقى قسمناه ازاي؟ حطيت انا الامام اللي هم 66 العرض جنب بعض والخلف 50، لما هجمعهم هيتبقى لي جزئية صغيرة. يبقى انا في الحالة دي يقدر احدد الامام والخلف جنب بعض. طيب الكم برضو كان مديهوني عرضه 38، وانا قلت ان انا عندي كمين حطيتهم جنب بعض. طول الامام وطول الخلف الاثنين كان واحد، كانوا 77، وطول الكم اليمين زي الشمال اللي هو كان برضو محددهولي بعد الاضافات كان 63 اهو. طيب والجيب اهو، انت كنت محدد لي الجيب 18 سنتي العرض بتاعه. طيب ادي الجيب حطيته وحطيت الجيب الثاني. طيب تحته هنا بصوا معايا، ادي بطانة الجيب الاول وادي بطانة الجيب التاني، معنى كده ان انا حطيت الجيب كام مرة؟ 4 مرات. طب طول الجيب قد ايه؟ 20. يبقى الجزئية دي 20 والجزئية اللي تحتيها 20. انا بقعد اجرب بالاجزاء بتاعتي والابعاد بتاعتي اللي انا حددتها بناء على القياسات، ببتدي ارتبهم كده اكتر ولا كده لا، انا كده هبقى محتاجه اقلل القماش عشان ما ياخدش مني قماش اكتر. احنا بنعمل الرسم التخطيطي ده علشان اقلل فيه كميه القماش اللي اقدر استهلكها، يعني انا مش بوزعه كده وخلاص او اسيب الفراغات ما بينهم. لا، احنا زي ما احنا متفقين من واحنا حتى في الاول خالص من سنه اولى واحنا بنعمل تعشيق لاجزاء البطرون، بنحط الاجزاء جنب بعض بعد اضافه مقدار الخياطات.
بنقول دايما ما تسيبش فواصل في النص عشان نقلل كمية القماش اللي انا هستهلكها، واوفر برضو في نسبة الفلوس اللي انا هستهلكها في شراء القماش. فانا بقعد اجرب بالاجزاء بتاعتي دي لحد ما اوصل لاقل كمية قماش اقدر اوزع اجزاء الباترون عليها. جربت كذا مرة بالابعاد بتاعتي اللي احنا طلعناها بناء على الحسابات اللي فاتت، كان ده اكتر شكل قلل لي كمية القماش المستهلكة. بصوا كده في عرض القماش ال120 اتبقت معايا، انا دايما بخلي الزيادات او الهادر بيكون من جنب واحد، بصوا اللي هي الاجزاء المظللة دي، شايفين ده اقل هادر قدرت احدده. الاجزاء المظللة اللي موجودة معايا دي هي دي اقل هادر قدرت اطلعه، على اساسها بحسب بقى كمية القماش. وما ننساهاش، في ناس كتير نسيت تعملها في الامتحانات الدور الاول، ما ننساش نحدد كمية القماش المستهلكة للجاكيت الواحد، عشان على اساسها انت هتحدد كمية القماش اللازمة للجواكت كاملة. انت ما انت هتجيب كمية الطلبية بتاعت الجواكت كمية القماش بتاعتها منين وتحسب التمن بتاعها منين؟ ما انت لازم تحسب كمية القماش اللازمة للجاكيت الواحد اللي على اساسها بتطلب او بتحدد الكمية اللازمة للطلبية كاملة. فانا كده حددت، بصوا كده معايا في الرسمة بتاعتي او في الرسم التخطيطي بتاعي، اكتر كمية او اقل كمية انا استهلكتها لما حطيت الامام والخلف كان الطول بتاعهم 77 وتحتيهم الكم اللي هو كان اطول حاجة عندي 63، لما جيت اجمعهم على بعض طلع عندي الطول اللي انا استهلكته او كمية القماش اللي انا استهلكتها زي ما انتوا شايفينها معايا كده اهي، حددتها كلها طلعت معايا، ولما جيت استها طلع 140 سنتي. يبقى انا كمية القماش اللي انا استهلكتها لعمل الجاكيت الواحد هو 140 سنتي. نيجي نشوف بعد كده الكلام ده نظري، لما اجي اكتبه بكتبه ازاي؟ بصوا كده كمية القماش اللازمة للجاكيت، انا قلت 77 اللي هو كان طول الامام او طول الخلف، اللي انا الجزئين اللي انا حطيتهم جنب بعض كان الامام وجنبه الخلف، كان الطول النهائي بتاع الجاكيت كام؟ 77 زائد ال 63، ال 63 دول اللي هم بتوع ايه؟ اللي انا حطيت تحتيه الكم، الكم كان الطول النهائي بعد الزيادات كام؟ 63. يبقى دي كميه القماش او الطول، اكتر طول انا ممكن استهلكه او استخدمه لعمل الجاكيت، طول الامام زائد طول الكم اللي هو 77 زائد 63 طلع عندي 140 سنتي زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. نيجي بعد كده كمية القماش بقى اللازمة للجواكت كاملة، للطلبية كاملة على بعضيها اهي، كمية القماش اللازمة للجواكت، الجواكت اللي هي الخاصة بالطلبية كلها. انتوا لو تفتكروا كانت الطلبية بتاعتنا 180 قطعة، طيب نشوف كده، ادي ال 140 الاساسية بتاعتي اللي هي كمية القماش اللازمة للجاكيت الواحد، ضربتها في ال 180 اللي هي الطلبية الكاملة اللي هو طالبها مني، وهتلاقوني بعد كده قسمناها على 100. طب ليه قسمتها على 100؟ لان انا حساباتي كلها اللي عملتها بالسنتي. انا لما هاجي اروح او اشتري كمية القماش اللي انا عايزاها هطلب من الراجل بالسنتي؟ طبعا لا، انا بطلب بالمتر، بطلب بالاتواب، فانا لازم احول السنتي ده لمتر. زي ما احنا قلنا في بداية حلقتنا، احنا لازم عيني تبقى واخدة السنتي يتحول لمتر والقرش يتحول لجنيه، لان حساباتنا او تعاملاتنا دايما بتكون بالجنيه وبتكون بالمتر في الكميات. فانا كده لما قسمت على 100 يبقى انا حولت السنتي متر للمتر، هيطلع معايا للطلبية كاملة زي ما هو قدامكم كده 252 متر. طب جت منين؟ نقول تاني كمية القماش اللازمة للجواكت كلها على بعضيها، الجاكت الواحد خد مني 140 سنتي اهو، الطلبية كاملة كانت كام؟ 180 قطعة اهي، ضربتهم في بعض الناتج اللي طلع قسمته على 100. ليه قسمته على 100؟ عشان احول السنتي متر لمتر، تمام كده، وهيطلع لي 252 سنتي 252 متر، تمام كده. يبقى انا كمية القماش اللازمة لعمل الجواكت كلها على بعضيها قد ايه؟ 252 متر. يبقى انا بعد ما حولت السنتي لمتر قدرت اعرف الكمية على بعضيها بتكون ازاي. خلاص نرجع بعد كده ونشوف كمية القماش بقى اللازمة للفساتين.
المعمولة الفسادين. انتوا لو تفتكروا في المعطيات بتاعتنا كان قايل لي ان الفستان الواحد بيحتاج مترين، الطلبية كاملة على بعضيها كام؟ 180. يبقى ضربت ال 180 في 2 اداني 360 متر. طبعا انا هنا مش هقسم على 100 لان هو كان مسهلها ومديني 2 متر. خلاص؟ طيب كمية الازرار اللازمة للكمية؟ لو تفتكروا هو كان قايل لي ان الجاكيت الواحد محتاج زرارين، الجاكيت الواحد محتاج زرارين، وانا عندي الطلبيه كامله قد ايه؟ 180. يبقى انا هضرب ال 180 في 2. خلاص؟ نيجي بعد كده هو كان محاسبني بالدسته، يبقى لازم هقسمها على 12 عشان اعرف انا هحتاج كام دسته. احنا برده مش هنتعامل بالزرار، واحنا عارفين ان الدسته فيها 12 زرار، يبقى انا في الحاله دي بحول الزرار لدست عن طريق ان انا بقسمه على ال 12. نشوف كده مع بعض. اهو بيقول لك كميه الازرار اللازمه للكميه 180 180 قطعه، سوري 180 قطعه اللي هي الطلبيه الكامله، ضربتها في 2 اللي هو كل جاكيت محتاج مني 2 زرار. الناتج اللي يطلع من ضرب الاثنين دول مع بعض بقسمه على ال 12 عشان احول الازرار لدست اللي هو هيديني في الاخر 30 دسته. تمام؟ طيب نيجي بعد كده حاجة تانية، كمية البقر اللازمة للطلبية كلها، أنا الطلبية كلها عندي قد إيه؟ 180 قطعة. ما تنسوش إن هو كان قايل لي إن كل 3 أطقم هياخد مني بقرة، كل 3 أطقم هياخد مني بقرة، يبقى أنا في الحالة دي محتاجة أقسم ال 180 قطعة اللي هي الطقم كله على بعضه، ال 180 على بعضهم بقسمه على التلاتة علشان خاطر كل 3 أطقم بياخد مني بقرة. في الحالة دي هقدر أعرف أنا محتاج للطلبية كلها كام بقرة. نشوف كده مع بعض. أهو بيقول لي كمية البقر اللازمة، أدي 180 أهم على التلاتة، إداني 60 بقرة. يبقى أنا كده محتاج للطلبية كاملة كام بقرة؟ 60 بقرة. تمام؟ نيجي بقى بعد كده، أنا أول حاجة حددتها دي كانت الكميات اللي انا محتاجه. نيجي نشوف بعد كده الاسمان اللي هو تمن كل حاجه، انا هحتاج ادفع لكل كميه ايه. نبدا كده مع بعض. بيقول لي اول حاجه تمن القماش المقلم اللي هو كان اللي احنا حسبناه للجواكت، الكميه كامله اللي هي كانت بالمتر كان عندي كميه الجواكت كلها خدت 252 متر. تمام؟ قال لي ساعتها في المعطيات ان سعر المتر 20 جنيه، كان مسهلها عليا، فانا في الحاله دي ضربت الكميه في السعر اداني 5040 جنيه. يبقى انا محتاج عشان اشتري كميه القماش اللازمه للجواكت كلها على بعض محتاج يبقى عندي 5040 جنيه. انا هنا لا قسمت على 100 ولا حاجه لان هو كان مديني في المعطيات بتاعتي السعر بتاع المتر الواحد للجاكيت بالجنيه، فانا ما احتجتش اقسم على 100. طيب نيجي نشوف بعد كده تمن القماش الساده، الساده اللي هو طبعا المقصود بيه قماش الفساتين. انا عندي حسبنا ان كميه القماش اللازمه للفساتين كانت 360 متر، ضربتهم في سعر المتر الواحد اللي هو كان برضو مديهوني بالجنيه، كان مسهله عليا كان 25 جنيه. يبقى انا محتاج للطلبيه كامله او لكميه القماش الساده اللي هي لازمه للفساتين 9000 جنيه، لما اضرب الكميه في سعر المتر الواحد بالجنيه اداني 9000 جنيه. طيب نيجي بعد كده للازرار، احنا طلعنا لما حولنا الازرار لدست للكميه كلها قال لي احنا محتاجين 30 دسته. طيب كان هو برضو مديني في المعطيات وقال لي ان الدسته الواحده ب 15 جنيه، برضو كان مسهلها عليا، فانا ضربت كميه الدست اللي انا محتاجها اللي هي ال 30 دسته في سعر الدسته الواحده اللي هي كانت ال 15 جنيه اداني 450 جنيه. تمام؟ طيب يبقى هاجي بعد كده وهقول تمن برضو البقر، بقر الخيط اللي احنا كنا حسبناه اللي كان ساعتها كل 3 أطقم بناخد بقرة واحدة، لما قسمنا ال 180 اللي هم عدد الأطقم على التلاتة ساعتها طلع لي ان انا محتاج 60 بقرة لتنفيذ الطلبية كاملة. طيب هضربه في كام؟ هضربه في 2 لان هو كان قايل لي ان سعر البقرة الواحدة 2 جنيه، برضو كان مسهلها عليا، يبقى انا هضرب ال 60 في 2 هيطلع لي ان تمن البقر اللي انا محتاجه للطلبية كاملة 120 جنيه. نشوف كده مع بعض. ادي تمن بقر الخيط، ادي الستين في الاتنين اللي هو سعرها اداني 120 جنيه.
يبقى أنا كده في الحالة دي من خلال الأسمان اللي أنا طلعتها كلها ممكن أقدر أحسب جملة الأسمان اللي هي الفلوس اللي أنا هدفعها أو اللازمة لشراء الخامات بتاعتي الخاصة بالأطقم اللي هي الخاصة بالفساتين والجواكت مع بعض. أول حاجة قال لي 5040 جنيه اللي هي بتاعت الجواكت المقلمة، تاني حاجة 9000 جنيه اللي هي كان القماش السادة للفساتين، رجع قال لي زائد كمان اللي هي 450 جنيه اللي هي كانت خاصة بالأزرار، وبعد كده زائد 120 جنيه اللي هو تمن بكر الخيط. يبقى حددت قلت جمعت تمن القماش المقلم الخاص بالجاكت زائد القماش السادة الخاص بالفستان زائد تمن اللي هو الأزرار زائد تمن بكر الخيط كله على بعض وجمعتهم مع بعض اداني 14610 جنيه. يبقى دي جملة الأسمان اللي أنا محتاجها لشراء خامات المنتج أو الأطقم اللي أنا هنفذها. نيجي بعد كده نشوف الأجور، هو كان مديني الأجور فأنا محتاج أحسب أجر كل عامل اشتغل معايا في الطلبية دي يكون قد إيه. نشوف كده مع بعض. أول حاجة أجر التفصيل للكمية، هو بصراحة كان مسهلها عليا وقال لي إن اللي هيفصل الطلبية كلها هياخدوا 200 جنيه، خلاص فهو أنا مش محتاجة أحسب فيها حاجة، هو كان مدهاني في المعطيات أجر التفصيل للكمية كلها على بعضها كان 200 جنيه. تمام. جينا بعد كده أجر الكي والتغليف، أجر الكي والتغليف انا عندي الكي لكام قطعه او لكام طقم، طبعا ال 180 اللي هم الطلبيه كامله، لو تفتكروا كان قايل لي ان اجر العامل فيها 200 قرش كان في المعطيات لما قلنا ان هو حب يلخبطني او يشوفني انا مركزه معاه ولا لا، كان 200 قرش، فاحنا قلنا ان طبيعي ال 200 لازم هقسمها على 100 عشان تتحول لجنيه، ده اللي احنا عملناه هنا دلوقتي اهو، جبنا الطلبيه الكامله اللي هي ال 180 ضربناها في ال 200 الناتج اللي طلع قسمتها على 100 علشان خاطر تتحول لجنيه اداني 360 جنيه، يبقى اجر الكي والتغليف اللي محتاج لتنفيذ او لكي الطلبيه الكامله على بعضيها 360 جنيه. طيب جينا بعد كده انا عايز ادي اجر العاملات، طب انا هدي اجر العاملات ازاي وانا معرفش عددهم اصلا؟ انا اللي محتاج الاول اعرف عدد العاملات اللي موجودين عندي في التشغيل دول قد ايه، وعلى اساسها هقدر احسب كل عامله هتاخد قد ايه او اجرهم كلهم على بعض قد ايه. لو تفتكروا كان مديني زي ما قلنا في الاول كده واحنا بنخطط كده في اجزاء المساله بتاعتنا، قال ان هو عندي مديني 4 خطوط انتاج وكل خط انتاج فيه 5 ماكينات، وساعتها قلنا هنضرب الاثنين في بعض على اساس ان كل ماكينه عليها عامله، يبقى انا في الحاله دي هقدر اعرف عدد العاملات اللي موجودين عندي قد ايه. نشوف كده مع بعض اهو، اول حاجه انا عملتها معايا عدد العاملات، ضربت ال4 خطوط انتاج اللي هم موجودين عندي في المصنع في الخمسه اللي هم عدد الماكينات اللي موجودين عندي في المصنع اللي على اساسها بتقعد عامله على الماكينه، يبقى 4 × 5 اداني 20 عامله، هنا 20 عامله مش 20 جنيه. تمام، يبقى انا عدد العاملات الموجودين عندي 20 عامله. تمام. طيب الانتاج اليومي، الانتاج اليومي احنا اتفقنا ان انا عندي 4 خطوط انتاج، الخط الواحد كان هو بيقول لي بينتج 15 طقم، طيب يبقى انا محتاج اعرف ان الاربع خطوط انتاج دول بينتجوا لي قد ايه طقم في اليوم، عدد الاطقم اللي بينتجها قد ايه. هنيجي نقول اهو الاربعه اللي هي عدد خطوط الانتاج في 15 اللي هو ال 15 طقم اللي بينتجوا عن طريق الخط الواحد، يبقى 4 × 15 اداني 60 طقم، يبقى الانتاج اليومي من خلال ال4 خطوط على بعض اداني 60 طقم. طيب عدد الايام اللي انا محتاجها علشان خاطر انفذ الطلبيه بتاعتي، انا الطلبيه بتاعتي كانت قد ايه؟ كانت 180 قطعه، طيب انا عندي الانتاج بتاعي اليومي قد ايه؟ قلنا 60 طقم، يبقى انا محتاج اعرف انا محتاج قد ايه ايام، ما تنسوش ان هو كان قايل لي هي ورديه واحده فهي خلاص هتبقى بالنسبه لي الحسبه على واحد فمش هتفرق معايا في حاجه فانا بتجنبها خلاص، يبقى انا عندي الانتاج اليومي 60 طقم وعندي الطلبيه كامله 180، يبقى انا بقول ال 180 طقم على ال 60 طقم اللي بينتجوا في اليوم الواحد يبقى انا محتاج كام يوم؟ ده اللي هنشوفه مع بعض اهو، بنقول عدد الايام
اللازمة للعمل أو للإنتاج بتاعي، أدي 180 طقم على 60 طقم اللي هو اللي احنا قلنا عليهم الإنتاج اليومي، يبقى في الآخر هيديني 3 أيام. يبقى أنا محتاج علشان أنفذ الطلبية بتاعتي دي محتاج 3 أيام. خلاص كده. طيب نيجي نشوف بقى أجر العاملات في المدة. أجر العاملات في المدة يعني في الثلاث أيام كاملين. احنا اتفقنا إن أنا كان عندي كام عاملة؟ 20، وأنا عندي مدة العمل كام يوم؟ 3. طيب وأجر العاملة اللي هو كان مديهوني في المعطيات كان كام أصلا؟ قال لي العاملة الواحدة بتاخد 25 جنيه. يبقى أنا ضربت الثلاثة مع بعض، عدد العاملات في عدد الأيام اللي أنا محتاجها في أجر العاملة الواحدة، يبقى 20 في الثلاثة في 25 اداني 1500 جنيه. ده اللي العاملات بتاخده في الثلاث أيام الشغل اللي هي بتشتغلهم معايا. خلاص كده. يبقى احنا عرفنا جبنا اجر العاملات في المده ازاي، اللي هو في الثلاث ايام اللي احنا لسه مطلعينهم اللي هم عدد ايام العمل بتاعتي لانتاج الطلبيه. 20 عامله في الثلاث ايام في اجر العامله الواحده اداني 1500 جنيه. طيب عايز احسب دلوقتي جمله الاجور، الاجور كلها على بعض قد ايه؟ اول حاجه ال 200 جنيه اللي هم بتوع التفصيل، زائد ال 360 جنيه بتوع الكي والتغليف، زائد ال 1500 جنيه بتوع العاملات اللي قاعدين على المكن. يبقى لما اجمع الاجور كلها على بعض هيديني 2060 جنيه. يبقى جمله الاجور اللي انا بستهلكها او اللي انا هدفعها للعمال بتوعي هم 2060 جنيه. التكاليف بقى ما تنسوش ان هو كان طالب مني التكاليف وبعد اضافة نسبة الربح، فجملة التكاليف بتاعتي جمعت الخامات زائد الاجور اداني اللي هم 16670 جنيه. هضيف عليهم بقى اجمالي التكاليف بعد الربح، لما طبعا هو قال لي 10%، يبقى انا دايما بخليها 110 على 100، هيطلع لي 18337 جنيه. اخر طلب هو كان طلبه مني اللي هو عايز يعرف تمن الطقم الواحد، يبقى كان بعد اضافة نسبة الربح بتاعتي قسمت الرقم اللي احنا لسه مطلعينه اللي هو الخاص بنسبة الربح 10% اللي هو كان 18337 على كمية الاطقم اللي هو طالبها مني او الطلبية الكاملة اللي هي 180 طقم، هيطلع لي سعر الطقم الواحد 101 جنيه و87 قرش. يبقى ده سعر الطقم بتاعي، وده كان الطلب النهائي اللي هو طلبه مني. كان طلب مني اول حاجة الرسم التخطيطي للجاكيت وعملناه، وطلب مني الطلب النهائي سعر الطقم الواحد بعد اضافة نسبة الربح بتاعتي اللي هي 10%، وطلع الناتج معايا 101 جنيه و87 قرش. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أرجو أن انتوا تكونوا استفدتوا معانا بيها، قدرنا نعرف من خلالها ازاي اشوف اقرا المساله بتاعتي نقطه نقطه، ازاي ارتب دماغي، ازاي ارتب الاجابه بتاعتي، ازاي افصص كل نقطه واحللها واقول هو مديهاني ليه، اكيد هو مديهاني علشان خاطر سبب معين. اعلم دايما وتبقى عيني واخده على الرسمه اللي موجوده اللي هو رسمها لي، هو مش رسمها لي هباء كده او بدون سبب، لا هو اكيد في غرض معين عايزني اخد بالي منه. لازم احدد القرش واشوف هقسم على 100 عشان خاطر يتحول لجنيه، اشوف السنتي بتاعي واحوله برضو للمتر. ارجو ان انتوا تاخدوا بالكم النقط البسيطة الصغيرة دي. ان شاء الله ان شاء الله تعدي معانا على خير، وان شاء الله ما يحصلش اي مشكلة معانا. ارجو من حضراتكم برضو تقروا ورقة الاسئلة مرة واثنين وتلاتة، نراجع ورقة الاجابة مرة واثنين وتلاتة، واكد على النقط الاساسية بتاعتي، اعرف الكميات اللي انا محتاجها كلها اتحطت ولا لا، احددها، اشوف الاتمان كل حاجة كل جزئية منها اتحددت ولا لا، حسبت جملة الاسمان، حسبت جملة الاجور، اتأكدت ان انا فعلا ضفت نسبة الربح ولا لا، اتأكد في النهاية بتاعتي هل انا فعلا حققت الطلبات اللي هو طالبها مني ولا لا، مش اجري كده وخلاص، مش انا كتبت هنجح، لا احنا محتاجين نركز شوية على الاقل نستفاد من اللي احنا بناخده ده في مجال حياتنا العملية ان شاء الله بعد كده لو حبينا نشتغل او لو حبينا نعمل
اي مشروع في حياتنا المستقبليه، ما ناخدش الماده الدراسيه على ان هي ماده وهندخل امتحان ومحتاجين ان احنا ننجح وخلاص، لا انا احاول استفاد من الماده العلميه اللي في ايدي دي علشان اقدر اعمل بيها اللي انا عايزه. بعد كده تاني باكد على حضراتكم نقرا المساله ببساطه وبهدوء، نحدد على النقط الرئيسية وما نقلقش خالص، وإن شاء الله تعدي معانا على خير، وإن شاء الله ربنا يسترها معانا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله إذا ربنا أراد يكون برضو لينا معاد قبل ليلة الامتحان نراجع مع بعض تاني، ولو في أي استفسار ليكوا أو أي حاجة أرجو أن أنتوا تبعتوا لنا، وعلى وعد بلقاء تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.